بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 52 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ رسالة الأخ خالد عمر، يقول: بالنسبة لتحية المسجد الشيخ، هل تصل في كل وقت؟ وما هي أوقات النهي؟ ولماذا سميت أوقات نهي؟ ولماذا مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحية المسجد هي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه تحية المسجد. من دخل المسجد يريد الجلوس فيه فإنه يصلي ركعتين، وهما سنة مؤكدة، ليست بواجبتين، وإنما هما سنة مؤكدة. فعلها في غير أوقات النهي متفق عليه أنه مشروع، أما في أوقات النهي فقد اختلف العلماء، ومنهم من يرى أنها تفعل ولو في وقت النهي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهما من ذوات الأسباب التي توجد عند وجود سببها. ومنهم من يقول إنها لا تفعل في أوقات النهي لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، صلوات النوافل في هذه الأوقات، وهذا يشمل تحية المسجد وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة عند قيام الشمس حتى تزول. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، وهي تحية المسجد في أوقات النهي، ولا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من تركها في هذه الأوقات، لأن المسألة مسألة اجتهاد، وفيها احتمال كل من الطرفين معه دليل، فمن فعلها فلا ينكر عليه، ومن تركها فلا ينكر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. أم رائد أرسلت في هذا السؤال لفضيلتكم، تقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله كلمة توجيهية إلى المعلمات، وفضل تعليمهن وتربيتهن لفتيات المسلمين بكل الوسائل، وخاصة في حصة الريادة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. نعم، الواجب على المسلم ذكرا أو أنثى النصيحة للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والمدرس خصوصا رجلا كان أو امرأة عليه مسؤولية بأن ينصح لطلابه ويوجههم ويدلهم على الخير. ومن أعظم النصيحة لهم أن يخلص في تعليمهم وتربيتهم. من النصيحة لهم أن يشرح لهم المقررات المقررة عليهم بأمانة ويوضحها لهم، وأن يحفظ وقتهم من الضياع، لأنهم في دور التعليم والتكوين، فلا يضيع عليهم وقتهم بالقيل والقال أو الكلام في الناس أو تربيتهم على الحزبيات والمنهجيات المخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء من الرجال أو من النساء. فهم أمانة في يد المعلم أو المعلمة، أن يوجهوهم الوجهة السليمة، وأن يشغلوهم بالخير، وأن يجنبوهم الاشتغال بالشر والوقيعة في الناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما الكتب التي يوصي بها الشيخ صالح حفظه الله، الكتب الثقافية التي يعلم فيها الأولاد ويقرؤونها ويستفيدون منها؟ الكتب كتاب الله عز وجل، يحفظون القرآن أو يحفظون ما تيسر من الأحاديث، ويؤمرون بقراءة التفسير الموثوق من تفاسير تفسير ابن كثير، ومن الأحاديث الأربعين النبوية،
والترغيب والترهيب للمنذري ورياض الصالحين للنووي يقرؤون هذه الكتب أو يحفظون ما تيسر منها حتى يستفيدوا وحتى يتكون لديهم حصيلة علمية مؤصلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: إذا حصل الشخص على أمر منحة وقام ببيع هذا الأمر قبل تطبيقه على الطبيعة، أي أنه باع أمر على الورق فقط، فهل هذا البيع صحيح؟ هذا البيع باطل، لأنه باع شيئا قبل أن يقبضه. المنحة لا يثبت بها ملك حتى تستلم الأرض وتعرف حدودها وتعرف مساحتها بالتفصيل، تعرف موقعها، لا بد أن تقبضها بالتخلية ومعرفتها التامة، ثم بعد ذلك تبيعها. أما إذا بعت مجرد أمر بالمنح فهذا مجهول، وأنت لم تملكها إلى الآن، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم أحمد تقول: قرأت حديثنا معناه إن الذي يستطيع أن يضحي ولا يضحي لا يقرب من سلانا، ما المقصود بذلك يا شيخ؟ تأكيد، المقصود بذلك التأكيد، تأكيد الأمر بالأضحية، وليس المقصود منه الوجوب، إنها واجبة. عند جمهور أهل العلم ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة. نعم. إلى ريهام من المدينة النبوية تقول: كم عدد الركعات التي إذا كان هناك إنسان مات كم يصلى عليه من عدد الركعات؟ فهناك التكبيرات أكثر من 4، وهناك من يقول بأنها 5، فما الصحيح في ذلك؟ السنة الثابتة وعمل المسلمين على أن التكبيرات في صلاة الجنازة 4 تكبيرات: الأولى تكبيرة الإحرام ثم يقرأ بعدها الفاتحة، والثانية والتكبيرة الثانية يصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والتكبيرة الثالثة يدعو بعدها للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله، سله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ويقول قبل ذلك: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنسانا وشاهدنا وشاهدنا وغائبنا، وإن زاد على ذلك من الأدعية ما تيسر له فحسن، ثم يكبر الرابعة ويسلم بعدها مباشرة عن يمينه، تسليمة واحدة عن يمينه. هذا هو الذي عليه عمل المسلمين، وهذا هو المتفق عليه في الروايات، وما زاد عن الأربع فإنه غير متفق عليه، وهو مخالف لعمل المسلمين، ولا يشوش الإنسان على الناس بالأقوال الشاذة التي ما اعتادوها، يشوش عليهم بذلك، ولا فائدة في إثارة الخلافات بين الناس. مهما حصل الاجتماع والمشي على ما أجمع عليه المسلمون ومشوا عليه فهو أحسن وأتم. هذه سائلة البرنامج تقول: هل تصح صلاة المرأة بالسوق إذا كانت ممن يقمن بالبيع فيه وتقضي فيه معظم وقتها؟ نعم، إذا كانت في صلت في مكان مهيأ، صلت في مكان مهيأ للصلاة النساء فيه ومستور عن الرجال فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة أخرى بعث بها سائل للبرنامج، يقول: هل يجوز للأب أن يمنع أولاده من رؤية أمهم المطلقة؟ وهل عليه ذنب؟ ومتى يبدأ سن التكليف تماما سواء للولد أو للبنت؟ ليس للأب أن يمنع أولاده من رؤية أمهم المطلقة، فيربيهم على القطيعة وعلى نسيان أمهم، بل عليه أن يمكنهم من رؤية أمهم، لأن هذا من تربيتهم على صلة الرحم والبر بالوالدين. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يمكنوا أولادهم من رؤية أمهاتهم المطلقات.
لأنه معلوم شفقة الأم ومحبتها لأولادها فلا يحول بينها وبين أولادها فيأثم بذلك. وأما التكليف فإنه يحصل بعلامات، أولها الاحتلام أو الإنزال، فالاحتلام علامة على البلوغ من الرجل والمرأة. ثانيا انبات الشعر الخشن حول القبل، وثالثا تمام 15 سنة، وهذا آخر العلامات تمام 15 سنة. وتزيد البنت على هذه الثلاث بعلامة رابعة وهي الحيض، إذا نزل عليها الحيض هذا دليل على بلوغها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نجوى الجهني من المدينة النبوية تقول: هل يحق للأب أن يأخذ من أموال أبنائه ذكورا وإناثا وهو أي الأب أغنى من أبنائه، وما معنى حديث أنت وما